يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في الأسواق شريط لمجموعة من المغنين يمدحون فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويرثونه بقصائدهم، فما هو الحكم في سماع هذا الشريط وشرائه من تسجيلات الأغاني؟ أولا هذا فيه غلو في الشيخ رحمه الله، هذا فيه غلو وإطراء، وهذا لا يجوز. العلماء الذين ماتوا كثيرون ولا أحدثوا شيء من هذا، ما أحدث لهم شيء من هذا. ثانيا هذا من أذكار الصوفية، هذا يعتبر من أذكار الصوفية، على المسلم أن يتجنبه. نعم. والشيء يبدأ من أول أمره يسير ثم يتطور. نعم.